اليوم فرح يمكن لحتى نأسس أطفالنا بشكل صحيح من الناحية التعليمية. كتير مهم نحن اليوم نختار المدرسة والمدرسين اللي بيتبعوا طرق تعليمية حديثة، ودائما بنقول إنه أسلوب المدرس وطريقة إعطائه المادة هذا الشيء بيخلي الطالب أو الطفل يحب المادة ويتعلق فيها، خصوصا إنه اليوم عندنا بعض المواد بتلاحظ فيها جمود وملل، فنحن بحاجة إنه نطلع من هاي الطرق التقليدية. ونحن بنذكر تجاربنا يمكن كمان قديش يمكن بعض المواد حبيناها وتمنينا نكمل فيها بالمستقبل وندخل فروح حقيقية بالجامعة نتيجة محبتنا لطريقة المدرس وأسلوبه يلي كتير بيلعب دور بمحبتنا للمادة. واليوم مع تطور وسائل التربية والتعليم دخل نوع معين من التعليم هو التعليم عن طريق اللعب، هذا الموضوع يلي تنبه له كتير من الأساتذة وأخذوا طريقة وأسلوب ناجح جدا بإيصال المعلومة للأطفال. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع الأستاذ أكيد رح نتعرف عبد القادر حاج حسن، وهو مصمم للوسائل التعليمية والألعاب. يسعد صباحك أستاذ، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أستاذ. خلينا بداية نعرف من حضرتك كيف بلشت فكرة تصنيع الوسائل التعليمية للأطفال؟ سهلا فيكم. هلا بداية أنا قبل ما فوت على الجامعة كان عندي ميول شديد لموضوع الرسم، كنت حب كتير الرسم، ساقبت الأمور وما قدرت فوت على كلية الفنون الجميلة، ودورت على أقرب فرع قريب على هذا الشيء. للصدفة الحلوة إني أنا فت على كلية التربية معلم صف، الحمد لله مشيت فيها. من ضمن موادها كان هي عبارة عنا عملي، مواد العملي إنه نحن نصنع أو نعمل وسائل تعليمية. كتير حسيت الموضوع بيشبهني وصرت اني اشتغل بالرسم فيه، كان الرسم هو عبارة عن أداة سحرية لحتى انا اقدر اتمكن من هذا الشيء. الحمد لله ما تخرجت من الجامعة الا انا صرت تقريبا شبه متمكن وبلشت من هون فكرتي. هلا الفكرة رائعة جدا. اليوم استاذ قد ايه بتوافقنا الرأي انه التعليم عن طريق اللعب هي الوسيلة الافضل والاكثر جدوى بين كل الوسائل؟ ملينا من الطبشورة واللوح، يمكن ملينا من هي الاساليب التقليدية والتلقين، فحسب تجربتك كيف كان الاداء وتعاطي حتى الاطفال وسرعة تلقي للمعلومه؟ هلا 100% انا بايد لموضوع كخبره شخصيه، بايد لموضوع كثير الوسائل. ونحن هلا صار عندنا طفل ذكي جدا غير قبل، لانه هلا انتشار وسائل التواصل مع الشاشات مع كذا، فهو صار ما عاد اي شيء يغريه، ما عاد اي شيء يجذبه. فنحن لازم كمدرسين او كمربيين للاطفال نكون نحن قريبين كثير عليهم اول نقطه، ونحن نقدر ننزل لتفكيرهم او ننزل لمستواهم، لانه هن بشكل عام بعمرهم جدا اذكياء، وما فينا نستحوذ على الطفل الا طريقة بتشبهه أو طريقة بتعني له. تمام أستاذ عبد الرحمن، اليوم جايب معك قطع نماذج من الوسائل التعليمية، خلينا نبلش نستعرض ونشرح تماماً. كل فكرة. تماما ما في مشكلة. بداية الوسيلة الأولى هي عبارة عن مجموعة لخبرة الأسنان، هي بتعطى لمرحلة رياض الأطفال ولمرحلة خلينا نبدا من الغلاف، تصميمك الغلاف بدنا نبدا منه. هلا الغلاف بشكل عام انا بعتمد اذا كان الوسيله بتحتوي على اكثر من فكره، انا بحاول اني اجيب صوره شخصيه كرتونيه عاديه مشان ما شتت الطفل. اما اذا مثل هاي الوسيله انه خبره واضحه، فانا هون حبيت اني احط سن مبتسم، هون الطفل فورا راح يعرف انه انا راح احكي عن اسناني. سن عيونه كثير حلوين. شكرا كثير. هلا انا هون ضميت كله من صنع ايدك. طبعا كله من صنع المشروع مبلشين فيه انا وزوجتي، بنشتغل انا وزوجتي بهذا الموضوع. حلوه التشاركيه. شكرا لك. هلا بدايه انا حطيت فيه خبرتين، الخبره الاولى هي عباره عن فم بسيط بينفتح. في نحن عندنا اول شيء هي هون انا كمدرس رح شيل هدول، بده يكون الفم مليان شيء بكتيريا. البكتيريا هي عباره عن اشياء بسيطه جدا لحتى الطفل ينجذب الى انه هو بده يسال شو هدول ليش هدول هيك، فانا كمدرب رح اشرح له انه هي بكتيريا رح تكون هون محششه كذا هيك رح تاذي، فانا رح استخدم مثلا هي الفرشه والكذا مشان اقدر. بس خلينا نشوفها شوي على الكاميرا معلش. هي من تصميمك كمان؟ تماما. من شو الادوات اللي صنعتها؟ من اسفنج او شو المواد؟ هون مستخدم انا قماش اللبات وحاشي بمواضيع، يعني انه حاشي مثلا حشوه اسفنج او حشوه عاديه. تفضل. خليني اساعدك. تفضلي. لانه انا حبيت الفكره، يمكن كمان الاطفال بيحبوا هيك شيء. خلينا نشوف هي صوره ومجسم لمعجون الاسنان، طبعا هو شكله كثير لطيف بيتناسب مع الفكره. خلينا تماماً. نقول تماماً. البكتيريا يعني كمان خلينا نقول بدون سوس اسنان. او البكتيريا بدون اسنان تماما. تمام. فرشايه الاسنان خلينا نقول
كمان وانواع مختلفه من البكتيريا، حتى المواد المصنوعه منها يمكن بتعطيها استدامه. خلينا نقول استدامه، واهم نقطه انه بدها تكون امنه 100%، يعني ما في لها اي علاقه لا مواد حاده ولا مواد ثقيله مشان الطفل. يعني فعلا هدول الامور بتشجع اليوم الطفل او الطالب ويحفز اكثر على الدراسه. خلينا نحكي اكثر، لقيت صعوبه بتامين بعض المواد ام لا؟ هلا بعض المواد بشكل عام كانت اوليه ما كثير اعتمدت على المواد، لبعدين لبعد صار انه شيني مثلا روضات او شيء صرت اني اروح على مجال المواد المتقنه يعني، بس لا بشكل عام لا كانت اغلبها مواد اوليه يعني متوفره. خلينا نتعرف كمان من حضرتك. هلا هاي هي نفس الفكره، هي عباره عن كفه، وسيله كفيه، انه انا راح البس الكف، المدرس راح يلبس الكف هيك. هاي بالنسبه ل هي اول شيء حلو، هي الطريقه بصير فيها يمكن تماما نوع من هي تفاعلي. هلا هون انا رايح البس مثلا الكفين، هون سن سليم معافى وسن غير سليم، طبعا الرياكشن تبع الوجه هو اللي ببين تماما الطفل شو كان راح هون راح يكون دوره. نحن عندنا مجموعه من الاطعمه، فمثلا نحن عندنا البكتيريا او المثلجات هو راح يلزقهم على السن، اما هون مثلا الفواكه الخضار البروكولي او اي شيء فهو راح يلزقهم هيك، فانا راح اعرف، راح يعرف الطفل انه هاي انا راح احطها هون وهي راح احطها هون. نتيجه استخدامك لهي المواد استاذ، قد ايه حسيت اليوم اكثر قدره انه نحن نركز الفكره باذهان الطلاب وبنفس الوقت هذا الجو الحماسي يعني نحن فعلا بحاجته بمناهجنا للاسف اللي عم بتكون تقليديه الى نوعا ما، فدي عم يكسر هذا الحاجز وهذا الروتين جدا. ومثل ما قلت لك بدايه الامر انه هو طفل ذكي، فهو انا ما عم يقرب او ما عم يقدر يستوعب المعلومه بشكل صحيح وياخذها بشكل جدي الا انا اذا فعلت معه بهي المواد بهي الاساسيات، وجدا اثر على الطفل يعني هذا الشيء لقيته يعني. خلينا نوضح كيف عم بيكون تفاعل الاطفال، كيف عم تكون ردود افعالهم، كيف تلقيهم للمعلومه. هلا بدايه اول ما انا انه اول ما فوت على اطفال جداد او شيء بتفاجئوا كذا انه كثير شيء حلو كثير كذا، بيصيروا بيرقدوا على الوجه على الشغلات الموجوده، مثلا انه سن عم يضحك سن عم يبكي هيك، بعدين بصيروا بيتعودوا بصيروا انه بدهم الجديد، مثلا انا بدي كذا، بدنا ناخذ هذا الموضوع استاذ شو بدنا نعمل هيك الموضوع. بس قد ايه الاعمار يلي عم تتوجه لهم استاذ؟ هلا اكثر شيء انا عم بتوجه لمرحله رياض الاطفال ومرحله الاول والثاني، هن اكثر شيء موجهين لل شو جاب لنا كمان؟ الوسيله الثانيه هي بتضم خبرات، هي سوري. هلا هون انا مثل ما قلت لحضرتك انا هون اعتمدت انه بما انه جوا الافكار متنوعه فانا اعتمدت من برا انه تكون رسمه عاديه جدا، هي حقيبه بتضم مجموعه من الخبرات هي. هلا هي بشكل عام الخبره الاساسيه اللون، بس انا هون اعتمدت انه اكثر من طريقه لحتى نعمل اللون. هلا مثلا هاي راح يعد مثلا ستي فيها ست نقاط بيفرزون، هاي اول وحده. الثانية هي عبارة عن كمان لون راح يفرز انه مثلا هون عندنا هون مثلا ليمون او كذا، العدد من فوق بيكون بملقط صغير هيك، ممكن حتى الالوان يتعلموها طبعا هو هلا كلياتهم بيعملوا الالوان. وهون كمان بركز على العدد، هون عربي وهون انجليزي، هاي كمان هاي بس لون فقط عبارة عن شيء جايبه. استاذ الملفت انه هي المواد اللي عم تستخدمها او حتى المجسمات كانت تنباع بمكاتب معينه فعلا باسعار كثير عاليه اليوم لاسباب انها هي مثل ما قلنا جدا امنه للاطفال وفيها طريقه فكاهيه او طريقه طريفه لحتى نقدم المعلومه. طبعاً. اليوم بالنسبه للتكلفه قديش هي، قد ايه حسيت انه هي بتفرق جدا بين اللي عم تنباع بالمكتبات وبين شغل الهاند ميد اللي حضرتك عم تشتغله؟ هلا بالنسبه للتكلفه انا اول ما بلشت بمواد اوليه جدا، يعني ما اشتري شيء، فعليا اشتري اشياء جدا بسيطه، فانا ما اتكلف باي شيء يعني تكلفه بسيطه جدا، وهي عباره بس بده موضوع خبره تكرار، انا لمجرد اني عم بشتغل اكثر كل ما بتقل الموضوع اكثر، والفرق واضح جدا يعني ما بتقارن ابدا. ما في انه يعني مثلا ما بحط هاي التكلفه ابدا. تمام. يعني برايك اليوم المدارس الموجوده عندنا هل بعض عم يتبع اليوم هالاساليب بتعليم الاطفال، عم يكون في هذا الاهتمام؟ طبعا اكيد، والمنهاج هو فرض هذا الشيء يعني. هلا المنهاج هو تفاعلي بحت، واي استاذ ما راح يقدر انه يمشي بهاي القصص راح يلاقي صعوبه جدا، لانه كثير بيعتمد على موضوع المناهج. المناهج كثير بتعتمد على موضوع انه هو يشتغل بال، بس قديش عم نشوف مبادرات شخصيه مثل مبادره حضرتك انه نحن ناخذ شغلنا على البيت، نقعد نعمل هي المجسمات، قديش بده يكون حب وشغف بالمهنه يلي نحن عم نشتغلها لحتى كمان شغلنا مثل ما بنقول بنجيبه معنا على البيت وبنشتغل وحتى بنشارك زوجتنا فيه، وممكن حتى اطفالنا يبدوا رايهم ويعطونا يمكن افكار تلفت نظرنا لكثير من التفاصيل. تماما. هلا انا كمدرس
هاي شغلتي يعني. وانا بدي بالنهايه انا وقت اللي بشتغل انا بفوت على صف بلاقي مثلا اقبال كبير للطلاب، حب للطلاب كذا، هذا الشيء بنسيني انا فكره تعب او انا لازم او شيء، فلازم انا انه كدس وقتي بشكل افضل حتى انا اطلع بافضل نتيجه ممكن يعني. طب خلينا نوضح ونحكي اكثر. اليوم الاطفال يلي عندهم صعوبات بالتعلم ممكن يستفادوا من هي الطريقه لحتى هنهم فعلا يتعلموا؟ طبعا اكيد. هلا هي بتتوجه بشكل كثير كبير للاطفال، قابلت هيك اطفال عندهم صعوبه، كيف تم التعامل معهم؟ طبعا هلا بشكل عام هن في يعني انه لازم يكون انا عندي مقدره على التعامل معهم اول نقطه. ثاني نقطه انه هن ما بيركزوا على موضوع فقط حكي او كلام، فانهم بيشوفوا شيء بايد الاستاذ او شيء فهو هذا الشيء بيجذبهم، بيخلي بيبعد عنهم فكره انه لا انا ما بدي اقرب او انا ما بدي اتعامل او كذا، لا بصير بيعمل الموضوع الين او بصير اريح لان اقدر اتواصل معهم. غير الامور التعليميه في جانب عم تشتغل فيه على الالعاب، فخلينا نحكي شو هي الالعاب، وهل هي العاب كمان تعليميه خلينا نقول او هي مجرد العاب ترفيهيه نطلع شوي من جو التعليم، او لا حتى الالعاب بدنا نستغلها ونعلم الاطفال؟ هلا بالنسبه لموضوع الالعاب انا لقيت انه فكره الطفل وقت اللي هلا انا لابني او لابن اختي او كذا وهيك، فوقت اللي قعدنا نشتغل انا وياه لقيته انه هو استمتع باليه الشغل اكثر من اللعبه نفسها من وقت طلعنا، وهذا الشيء بنلاقيه انه انا اشخاص كثير مثلا بجيبوا العاب بكم هائل كثير للاطفال، فهن فعليا بيلعبوا فيها ربع ساعه خلص تركوها اذا كمل الربع ساعه تماما. فنحن اذا بدنا نجي ندقق او نبحث وراء الموضوع بنلاقي انه الطفل ايه مليت بعدين اما وقت هو بيقعد بيعمل لعبته بحال بايده مع اهله وبيلعب فيها، هون راح يلاقي راح يكتسب اول شيء ذكاء رائع يعني ويصير يتفاعل معه بشكل اكبر. أكيد. فاكيد الى جانب كثير كبير للطفل يعني. بالختام الاستاذ عبد الرحمن عبد القادر حاج حسن بدنا نشكرك كثير على الفكره المهمه يلي عم تقدمها حضرتك انت وزوجتك، اكيد يعطيكم الف عافيه ونورت صباحنا. كل الاحترام لك استاذ. يمكن نحن بحاجه كثير لناس شغوفين بالمهنه اللي بيقوموا فيها، خاصه مهنه انسانيه وراقيه هي مهنة التعليم. كل الشكر لك وتحية لزوجتك، صحية غايبة بس أكيد اسمها دائما مذكور معنا. شكرا لك، كل التوفيق. شكرا لك، يعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا.